بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، بداية الجولة الثالثة، الشوط التاسع وهو الشوط الخاص بالحول، المحليات، الأصائل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة في هذا الصباح مع هذه الأسامي المتميزة، مع هذه الشعارات أيضا اللي صالت وجالت في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بانطلاقات وتحديات في هذا الشوط في مسافة ورحلة 5 كيلومترات. نجلة على الصدارة بالشعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من ينطلق بتحديات نجلة. لوزان مع المركز الثاني، من الجانب الآخر حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة، من يقدم لوزان. شعار معركة أيضا اللي انطلقت في أحد أشواط صباح هذا اليوم، المركز الثالث من الجانب الآخر، أرى التحديات أيضا بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، ولكن أرى التسلل، أرى التقدم مع المركز الثالث. زاهية تتسلل في هذه اللحظات، المركز الثالث زاهية بشعار خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، ومع المركز الرابع، الشاهينية محمد بن سالم بن دوير الدرمكي يتقدم بتحديات الشاهينية، مع المركز الرابع ومع المركز الخامس، من الجانب الآخر الضبية لغانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، وأرى التقدم على مستوى المركز السادس، أرى أيضا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. نقلتنا التالية مع المركز السابع، وأرى القدوم والتحديات الجبارة سيب بن مطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي، والانطلاق على مستوى المركز الثامن، كي أرى الطيار المسري بن سالم بن عرطي الحميري تاسع الانطلاقات، أرى هني الناوية عبيد بن مبارك بالحول الحارثي متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز العاشر وصل الاسم القادم في هذه اللحظات، كي أرى التقدم لحفلة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي متابعا لانطلاقة حفلة. مع هذا الانطلاق المتميز هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة والشاهينية اللي قادت المجموعة. من الجانب الآخر محمد بن سالم بن دول الدرمكي يتقدم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المثير، ولكن نجلة، على الصدارة، نجلة على المقدمة. سعيد بن مطار بن محمد الرميثي يقدم تحديات نجلة، وهالي الطف أيضا يتابعون انطلاقات وتحديات هذا المسار المتميز. المركز الثالث، وصلت زاهية لخادم بن عيسى بن سعيد المنصور، ومع المركز الرابع التقدم للضبية لغانم بن مسهر بن غانم بالقوبع المنصوري، بينما انطلقنا مع المركز الخامس فأرى التقدم والتسلل لظن شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يتقدم أيضا بانطلاقة ظن مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، من الجانب الآخر أرى لوزان تاتي على مستوى المركز السادس، حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة، من يقدم أيضا لوزان بهذا الانطلاق المثير، وأرى جبارة تتسلل، ولكن الاسم القادم تحديات أسباب محمد بن سهيب بن عويضان العامري يقدم أسباب اللي بدأت تتقدم في هذه اللحظات مع المركز السابع، المركز الثامن تحديات جبارة سعيد بن مطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي، ومن الجانب الآخر انطلاقة الناوية لعبيد بن مبارك بالحول الحاثي، ومع المركز التاسع انطلاق الطرب محمد بن سالم بثم العامري يتابع طرب على مستوى المركز التاسع،
عاشر انطلاقات الطيارة المسري بن سالم بن عرطي الحبيري. هذه النتيجة، أكملنا النداء الثاني للعشر الأسامي المتقدمة، والمغادرة للوحة الاثنين كيلومترات. تحديات هذا الشوط والانطلاق الواضح على الصدارة والمقدمة والشاهينية من تقود هذه الجموع. محمد بن سالم دول الدرمكي ينطلق أيضا بهذا الانطلاق المثير بهذا العرض المتميز، نجلة مع المركز الثاني لسعيد بن مطر الرميثي وشعار بن عويضان بدأ ينضب في هذه اللحظات مع الكوكب الثلاثية مع انطلاقة أسباب. محمد بن سيف بن عويضان العامري يتابع انطلاقة أسباب مع المركز الثالث المركز الرابع. انطلاق وتحديات ايضا اللي هي جباره للسيب بن مطر بن محمد بن ضبيعه الاكتبي، والقدوم مع الهايله سالم بن صالح بن طرشوم العامري. ولكن تحديات روايه محمد بن سعيد، محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، من يتابع روايه اللي انطلقت مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات رهني الهايله لسالم بن صالح بن طرشوم العامري متابعاً للهايلة مع المركز الخامس. المركز السادس التقدم لجبارة للسيب بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، وأرى القدوم في هذه اللحظات من العزلة لخليفة بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. من يتابع العزرة بهذا الانطلاق المثير، والتقدم لغارة لمنصور بن حمد بن الأصري الشامسي أيضاً. من يقدم غارة بهذا الانطلاق هذا الاندفاع المثير واللحظات الأخيرة. تحديات هذا الشوط رواية على الصدارة، رواية على المقدمة. بدأت تسرد رواية وحكاية هذا الشوط محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. من يتابع رواية اللي بدأت بير الشوط بدأت تباعد المسافة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. على فكرة قبل أسبوعين مسجلة أيضا نقطة ثمينة على أرضية هذا الميدان، ولكن أرى أيضا غارة مع المركز الثاني لمنصور بن حمد بن الأصري الشامسي. يقدم غارة مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن طرشوم العامري يتقدم مع تحديات الهائلة سالم بن صالح بن طرشوم العامري. ولكن رواية على الصدارة سجلت ودونت رواية هذا الشوط من الستارت حتى خط النهاية. تنطلق بتحدياتي وإثارتي هذا الشوط محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. من يقدم رواية هذا الشوط وحكاية هذا الشوط مترا تلو متر مع هذا الانطلاق المثير. تهانينا للأشقاء أيضا مع الخوانيجي وتحديات هذا الصباح المثير. تهانينا لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، وسلام يا الخوانيج سلام. المركز الثاني تاتي أيضا غارة لمنصور بن أحمد بن الأصري الشامسي. المركز الثالث الهايلة سالم بن صالح بن طرشوم عامري. المركز الرابع التحديات من الشهامة لحمود بن سعيد بن دريب العفاري، ومع المركز الخامس حلوة لعلي بن هلال بن محمد النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول رواية إلى خط النهاية تقطع مسافة السباق مشاهدينا متابعينا الكرام في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول 7 دقائق 55 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة على فوز رواية بالمركز الأول، وسلام يا الخواني سلام. بينما الأسرد مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول أيضا غارة 7 دقائق 59 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك غارة منصور بن حمد بن الأصري الشامسي واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات التقدم مع المركز الثالث. تأتي أيضا الهايلة بتوقيت زمني مقدارها 8 دقائق 2:08 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الهايلة سالم بن صالح بن طرشوم العامري. تهانينا للجميع والنمط.